بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف هي عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. الصورة دي صورة مريم. My name عايدة محمد السمان. فرنساوي جومابيل IDA عايدة محمد السمان. كوماندوفا ميرسي. حالة عايدة هي مريض الزهايمر من مرحلة متقدمة، ومع ذلك من وقت للتاني بتفتكر، ممكن في فترة تفتكر ان هي كانت بتدرس للأطفال وبتدرس لهم عربي وانجليزي وموسيقى. في مرة من المرات كنا قاعدين في الجنينة، احنا مفروض لنا 3 أيام في اسبوع زي يوم ترفيهي كده، حفلات ترفيهية للمسنين. ففي مرة قالت لي انا كنت بعزف للأطفال على البيانو. قلت لها طب في هنا أورج تعزفي عليه، يعني نجيب لها البيانو تبتدي تعزف والأطفال بيبقوا بالنسبة لها مبسوطين. هي ما شاء الله كانت حافظة القرآن كله يعني على كلامها، فمن وقت للتاني احنا مشغلهم قرآن في قلب الدار، فبتردد معي ممكن تبقى حافظة أي صورة، مش شرط جزء أعمى بس أو قصار الصور بس، لا أي صورة بنلاقيها بتردد مع الشيخ وكأنها حافظة. أهلها يعني جم للدار وبيتعمل لها كشف، فيه هنا عيادات للكشف المبكر لمرض الزهايمر وأمراض الشيخوخة. فمن خلال العيادة الدكتور بيكتب تقرير إذا كانت الحالة دي زهايمر أو لا. زهايمر بتتقبل هنا في الدار، وبيبتدي بقى يعني أهلها بيكونوا سايبين الداتا بتاعتهم هنا، بتبقى مقيمة بقى عندنا. يعني هي حنينة جداً، هي بطبيعتها يعني حتى مع أصدقائها لو بتاكل ممكن تأكل صحابها معاها، لو في جنبها أطفال برضو بنجيب لهم بسكوتات وبنجيب لهم الكيكات والحاجات دي يعني، فتأكلهم معاها. هي طبيعتها كده. في مريض زهايمر بيبقى حاد شوية، هو من طبيعته مثلا الناس دي كان لواءات مثلا، حد كان يعني حد في الطبيعي بتاعه فبيفضل كده. عايدة لا، عايدة هي طبيعتها حنونة. اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع ضايع. دي صحيح. واحسبوه ازاي عليا انت عمري.